النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه اسمها بلازما بروتينز. بلازما بروتينز باي دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافضل دوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ابو الفضل تشانل. النهارده ان شاء الله هنتكلم على البلازما بروتينز، وهنخليها ديت بارت 1، واذا كان لنا عمر ونصيب نبقى نكمل كلامنا على البلازما بروتينز. زي ما متعود دايما، اما عاوز اذاكر حاجه او اقرا حاجه لازم يبقى عندي اهداف عايز اغطيها. ايه هي الاوبجكتيفز بتاعتي؟ عاوز اتكلم على بلازما بروتينز، في سيرتن ديفينيشنز محتاج اعرفها. محتاج اعرف ايه هي التايبس اوف بلازما بروتينز، عايز اعرف ايه هي السايت of senses of plasma proteins, sites of senses of plasma proteins. عايز اعرف حاجه مهمه قوي اسمها البيومين جلوبولين ريشيو، وعايز اعرف الفانكشن واذر ثينجز هنتكلم عنها في مرات بعد كده ان شاء الله، سواء السيبريشن او السورسز او البلازما فريسز، او يعني ايه هايبوبروتينيميا، وازاي افرق البلازما من السيرم. دي حاجات بعد كده ان شاء الله. النهارده هنحاول نتكلم على الديفينيشنز، نتكلم على التايبس، نتكلم على السايتس اوف سينثيسز، نتكلم على الالبومين جلوبولين ريشيو، نتكلم على الفانكشنز اوف بلازما بروتينز. لو بدانا كده، اول حاجه اعرف كلمتين صغيرين عن حاجه اسمها البلاد. البلاد بيكون من جزئين اساسيين، في فلويد بارت للبلاد وفي سيلولار اليمنتس. الفلويد بارت اوف ذا بلاد اللي بقول عليه ايه؟ البلازما. يبقى البلازما از فلويد بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا بلاد. يبقى البلازما هي عباره عن ايه؟ الفلويد بارت اوف ذا بلاد. كلام كويس. يبقى ده اول حاجه عايز اعرفها، ان البلازما بتمثل الفلويد بارت اوف ذا بلاد. في صفات مميزه للبلازما. اولا هي لونها ايه؟ لو جينا عملنا سيباريشن كده للبلازما من البلاد هعرف انها لونها يلوش. طب هي ليه يلوش؟ البلاد اصلا نورمالي ريد نتيجه ايه؟ وجود الار بي سيز اللي فيها حاجه اسمها هيموجلوبين. طيب البلازما يلوش ليه؟ لان ما فيش ار بي سيز، مش كده وبس، موجود فيها سام اند برودكتس زي حاجه اسمها البيليروبين. اما اجي ان شاء الله اتكلم في الميتابوليزم بتاع الار بي سيز هعرف ان الار بي سيز ده اهي اما بتتكسر بتطلع لي الهيموجلوبين. اما الهيموجلوبين يتكسر بيتقسم، بيتكسر لحاجتين، جلوبين بارت والهيم اللي مكون من مؤسس من مكوناته هيبقى اند برودكت اللي هو البيليروبين. كلام جميل. طيب واحد عنده 70 سنه 70 كيلو، وزنه 70 كيلو، عنده ادلت بيرسون عنده 20 30 40 50 سنه وزنه مثلا 70 كيلو، يبقى تقريبا الفوليوم اوف بلازما كام؟ 3.5 لتر. يعني لو واحد البلاد فوليوم بتاعه تقريبا 5 لتر، البلازما لوحدها بتمثل تقريبا 3.5 لتر. تقريبا واحد وزنه 70 كيلو جرام، البلازما بتمثل 3.5 لتر، يعني معناها البلازما ممكن تمثل تقريبا قد ايه من البادي ويت بتاعه؟ تقريبا 5% من البادي ويت بتاعه. كلام جميل. طيب البلازما دهيت قلت انها الفلويد بارت، لكن في حاجه اسمها السيلولار بارت، عباره عن ار بي سيز وايت بلاد سيلز وبليتلت. نرجع مرجوعنا للفلويد بارت اللي هو البلازما يلوش، وعرفت ليه الفوليوم 3.5 في واحد وزنه 70 كيلو جرام، يعني تقريبا 5% من البادي ويت. الكومبوزيشن بتاعها بقى تركيبه البلازما ان جنرال،
90% من تركيبتها عبارة عن مية، وبتحتوي على أورجانيك كونستيتيونت وإن أورجانيك كونستيتيونت. الأورجانيك بتمثل تقريبا 9.1% من تركيبة البلازما، الإن أورجانيك تقريبا 9.1%. الإن أورجانيك زي إيه؟ زي الصوديوم كلورايد، زي الصوديوم بيكربونات، زي البوتاسيوم كلورايد، زي الكالسيوم كلورايد. امال الاورجانيك كونستيتوينتس، الميجر كومبوننت اوف اورجانيك كونستيتوينت هو البلازما بروتين، تقريبا من 7.1 ل 7.4%. كلام جميل. لكن في اذر كونستيتوينتس، اورجانيك كونستيتوينتس، زي نيوترينتس، زي هرمونز، زي انزيمز، زي ويست برودكتس. يبقى قدرت تعرف ان البلازما في ليوت بارت اوف ذا بلاد يلوش فوليوم بتاعه 3.5 لتر في واحد وزنه 70 كيلوغرام، كومبوزيشن ووتر اورجانيك اند ان اورجانيك كونستيتوينت، وذا ميجور اورجانيك كونستيتوينت حاجه اسمها البلازما بروتين اللي هي موضوع النهارده. البلازما بروتين من الحاجات الفيتال، ما ينفعش اقرا بلاد من غير ما افهم يعني ايه بلازما بروتينز وايه هي الفانكشنز بتاعتها. البلازما بروتينز ما اجي اقول دلوقتي بقى ديفينيشن لها بقى سهل، هي عباره عن ايه؟ الميجور اورجانيك كونستيتوينت اوف ذا بلازما، بيمثل تقريبا كام؟ 7.1% ل7.4% من البلازما. طب ايه انواعها يا سيدي؟ قال لك عندي حاجه اسمها البيومين، حاجه اسمها جلوبولينز، حاجه اسمها فايبرينوجين، حاجه اسمها بروثرومبين. الالبيومين هلاقيها هي الموست ابوندنت كونسنتريشن، وهلاقيها اوف لو مولوكولار ويت، يعني هلاقيها الكام تتحفظ الارقام من 3.5 ل 5 جرام برسنت. لكن الجلوبولين من 2.5 ل 3.5 جرام برسنت، الفايبرينوجين 200 ل 400 ايه؟ ها؟ ملي جرام برسنت. البروثرومبين 10 ل 15 ملي جرام برسنت. يعني الليست ابوندنت هو مين؟ اقل تركيز البروثرومبين، واكتر واحد القلب. يبقى لو مشينا بالترتيب كده، البيومين، جلوبولين، فايبرينوجين، بروثرومبين. طب المولوكولار ويت، الالبيومين 70,000، الجلوبولين 150,000، فايبرينوجين 340,000، البروثرومبين 69,000. يبقى اقلهم مولوكولار ويت هو البروثرومبين، اكبر منه شويه الالبيومين، اكبر منهم شويه الجلوبولينز، واكبر حاجه الفايبرينوجين. ونتيجة ان الفايبرينجن مولكولار ويت بتاعه كبير ده، هنعرف ان لها علاقة بالفانكشن. كل شيء وكل شيء عنده بمقدار، ربنا لما بيخلق شيء او خلق شيء خلقه بمقدار، بهدف، بفايدة. حتى احنا لو ما عرفناش بنقوله في unknown function، مفيش حاجة اتخلقتها بهازرد كده. طيب السايت اوف سينسيسز، هلاحظ ان كلهم بيتصنعوا في الليفر ما عدا نوع من انواع الجلوبولينز اسمه الجاما. في اذر سايت اوف سينسيسز موجوده في حاجه اسمها ريتيكولو اندوثيليال سيستم، اللي هو مكون من مكوناته برضك الليفر، ليفر، سبلين، لمفنود، بون مارو، دول بقول عليهم ريتيكولو اندوثيليال سيستم. طب الميجور فانكشن، القلب من اكت از ترانسبورتر، ومهم جدا في الاوزموتيك بريشر ريجوليشن. احنا عارفين يعني ايه؟ ها؟ اسموزس، خاصية الاسموزية. عندي سيمي بيرميبل ميمبرين بيعدي مية بس، من الهاي ليفل اوف ووتر تو لو ليفل اوف ووتر، تيل سيرتن بريشر، تيل سيرتن ايكوليبريم، عنده ما عادش هيحصل فرزر اسموزس. ده اللي بقول عليه اوزموتيك بريشر، اللي هو البريشر ذات بريفنتس فارذر اوزموزيس، المسؤول عنه مين؟ لي الالبيومين. ليه؟ لانه ذا موست ابوندنت اند ذا وان اوف ذا ليست مولوكولار ويت. الجلوبولينز اكت از كارير ترانسبورتر،
ولها علاقة بالديفنسيف فانكشن، لأن الجلوبولينز أنواع، منها حاجة اسمها ألفا 1 ألفا 2 جلوبولين، بيتا 1 بيتا 2 والجاما. الجاما ده هي مهمة جدا في الإميونيتي زي ما هقول كمان شوية، وزي ما هنتكلم في الجزئية بتاعت الوايت بلاد سيل إن شاء الله وفي الإميونيتي. الفايبرينوجين الفانكشن بتاعته زي ما بقول مسؤول عن حاجة اسمها بلاد فيسكوستي، اللزوجة بتاعت الدم، وزي ما هقول كمان شوية هعرف ان البلاد هل هو مور فيسكس زان ووتر ولا لس فيسكس، وهل البلازما مور فيسكس زان ووتر ولا لس. هلاقي البلازما والبلاد مور فيسكس زان ووتر، والسبب المين لي يرجع للفايبرينوجين هاي مولوكولار ويت زائد الشيب بتاعه الالونجيتد شيب بتاعه، ده مسؤول عن الفيسكوستي. زائد ان الفايبرينوجين زي ما هنعرف في الكلوت فورميشن ان شاء الله واحنا بنتكلم في الهيموستيزيس ده كلوتنج فاكتور نمبر 1. طب البروثرومبين الفانكشن بتاعته مين لي ايه؟ مين لي بلاد كلوتنج، لانه كلوتنج فاكتور رقم 2. يبقى نقدر تعرف كومباريزون ما بين الديفرنت تايبس اوف بلازما بروتين، سواء الالبومين او جلوبولين او الفايبرينوجين او البروثرومبين. طيب اما اجي اتكلم على السايت اوف سينثيسيس اوف بلازما بروتينز، انا لسه قايل كلهم بيتصنعوا في الليفر ما عدا ايه الجاما جلوبولين ليه فيها اذر سايت، هو ما عدا كلمه اكسبت لا تعني ان الجاما جلوبولين ما بتصنعش، لا الليفر بيشارك في التصنيع، لكن في اذر سايتس فور سنس اوف جاما جلوبولين اللي هم ريتيكولو اندوثيليال سيستم، زي ايه؟ زي الليفر اللي هو جزء منه، زي البون مارو، زي الاسبلين، زي الليمف نودز. كلام جميل. طيب حاجه مهمه قوي كلينيكال، حاجه اسمها البيومين جلوبولين ريشيو، مهمه جدا. اول حاجه اعرف ديفينيشن هي ريشيو ما بين الكونسنتريشن اوف البيومين اند جلوبولين ان ذا بلاد. انا عرفت ان الالبيومين كان كام؟ التكرار بيعلم مين؟ الشطار. انا لسه قايل ان الالبيومين كان الكونسنتريشن بتاعته قد ايه؟ 3.5 ل 5 جرام برسنت. الجلوبولينز كانت 2.5 ل 3.5 جرام برسنت. كلام جميل. يبقى اما اقول الالبيومين جلوبولين ريشيو يبقى اقول ايه؟ ان النورمال فاليو تتحفظ زي اسامينا من 1.2 ل 1.7. افرضهم ان انا جيت لقيت الفاليو اللي عندي مثلا وليكن 5.0، يبقى معناها ديكريز ذا البيومين جلوبولين ريشيو. طيب لقيتها 2 يبقى معناها انكريز البيومين جلوبولين ريشيو. طب ودي ذات اهميه، الكلينيكال امبورتنس، يبقى تزيد هذه الريشيو نورمالي لو انا جيت احسبها من الليمفاتيك سيستم، لان هلاقي الالبيومين عالي نتيجة ان المولوكولار ويت بتاعه صغير فسهل انه يعدي ويبقى في الليمفاتيك تركيزه عالي. طب الجزء الخطير قوي بقى ان الالبيومين جلوبولين ريشيو تقل، يعني على سبيل المثال لو لقيت الالبيومين جلوبولين ريشيو مثلا وليكن كام؟ 5.0، يعني معناها قلت. طب تقل امتى؟ لو المصنع فيه مشكلة اللي هو الليفر، لو في ليفر ديسيز، ليفر سيروزس، ليفر فيلير، هيؤدي لان الالبيومين تصنيعه يقل، يبقى الالبيومين جلوبولين ريشيو هتقل. ما هو اللي يقلل الريشيو ايه؟ ان البسط اللي هو الالبيومين يقل او الجلوبولين يزيد. في حالات الليفر ديسيز الالبيومين بيقل، الاكسكريتوري اورجان الكدني الالبيومين نورمالي فيه ماينيوت، فيري ماينيوت، ايفن نيجليجابل اماونت اوف البيومين بتنزل في اليورين.
لو في كدني ديسيز زي حالات نيفروتيك سيندروم والكدني قاعده تفقد قلبيوم من فيليورين، قاعدين نفقد الالبيوم من فيليورين، يبقى ايه المشكله دلوقتي؟ اما يفقد الالبيوم من فيليورين هيقل الالبيوم من فتقل الالبيوم من جلوبولين تيشو، او لو زاد الجاما جلوبولين زي في حالات الانفكشنز. الجاما جلوبولين زي ما هنعرف كمان شويه مهمه جدا في الاميونيتي، لان تركيبه الاميونو جلوبولينز اللي هم جامد دول عباره عن جاما جلوبولينز. يبقى وبالتالي المصنع لو في مشكله تقل الريشيو، لو سكريتوري اورجان في مشكله تقل الريشيو، لو في انفكشن هيزيد الجلوبولين فتقل الريشيو. طيب نقطه فيتال غايه في الاهميه، فانكشنز اوف بلازما بروتينز. البلازما بروتين ممكن يكون لها ترانسبورت فانكشن، تشيل الكربون دايوكسيد زي حاجه اسمها كاربامينو كومباوند، زي ما الهيموجلوبين بيشيل الكربون دايوكسيد از كاربامينو هيموجلوبين، البلازما بروتين ممكن تشيل الكربون دايوكسيد از كاربامينو بروتين، مش كده وبس، ممكن تشتغل كترانسبورتر للمينرال والهرمونز، في جزء يشتغل از ريزرفوار مخزن مخزون، جزء يتشال بواسطه البلازما بروتين فيقلل فقدانه في اليورين فيحافظ عليه في الدم مده طويله. يبقى موست مينرالز اند هرمونز ار كومبايند تو بلازما بروتين ليه؟ تو بريفنت زير لوس ان يورين. في ديفنسيف فانكشن زي ما انا لسه قايل الجاما جلوبولينز، الجاما جلوبولينز او الاميونو جلوبولينز ده بيتصنعوا بريتيكولو اندوثيليال سيستم، وبلاقيهم 5 تايبس اللي هو جامد، امينو جلوبولين جي والاي والام والاي والدي، ومهمين جدا في الاميونيتي تو اتاك بكتيريا اند فيروس. طب الهيموستيزيس تو ستوب بليدنج فروم ماينور انجري، وزي ما انا قلت الفايبرينوجين والبروثرومبين اند اذر كلوتنج فاكتورز بيشاركوا في عمليه الهيموستيز لانهم كلوتنج فاكتورز. طب هوميوستاتيك فانكشنز، الهوميوستاتيك فانكشنز اوف بلازما بروتينز زي ما انا قلت دلوقتي قدرت افرق ما بين الهيموستيزيس والهوميوستيزيس. هيموستيزيس تو ستوب بليدنج فروم ماينور انجري، ودي هيبقى لها شابتر طويل عريض في البلاد، والهوميوستيزيس تو كيب انترنال انفايرمنت كونستانت زي حاجه اسمها كالسيوم هوميوستيزيس، معناها تو مينتين بلاد كالسيوم ليفل كونستانت عند كام؟ من 9 ل 11 ملي جرام بيرسن. جلوكوز هوميوستيزيس، هي ثيرموستيز هوميوستيز، وهكذا صوديوم هوميوستيز، معناها تو مينتين ذا ليفل كونستانت اور تو مينتين ذا انترنال انفايرمنت كونستانت. الهوميوستاتيك فانكشنز اوف بلازما بروتين مهمه جدا، مهمه علشان الكابيلاري بيرميابيليتي. الكابيلاري وول هلاقي فيه سيرتن بورز، ادي الاندوثيليال لايننج، بيبقى فيه بورز فتحات كده في الكابيلاري. البلازما بروتين من للالبيومين بتعمل بارشيال بلوك لهذه الفتحات فتقلل البلد لص من الكابيلاري، فبالتالي مسؤوله عن الكابيلاري بيرميابيليتي، ومسؤوله بقى بعد كده على طول على البادي فلويد فوليوم، البلد فوليوم على سبيل المثال. والمسؤول الاساسي هنا الالبيومين، ليه؟ لانه فلو مولوكولار ويت وبلاقيه كميته كتيره ابوندنت. طب الميكانيزم، لو قلنا ان الاوزموتيك بريشر المسؤول الاساسي الالبيوم، لو انا عندي بلاد فيسل كابيلاري اهي، الدم هو ماشي له بريشر بيتقال عليه هيدروستاتيك بريشر،
والهيدروستاتيك بريشر ده فلترنج فورس، عايز يفلتر الدم، زي ما تكون خرطوم متوصل بحنفيه والحنفيه شغاله على سرعه عاليه، لو الخرطوم في اي اوبننج هيطرد الميه، هيقر ميه. فنفس الكلام الكابيلاري فيها بورز، فيها فتحات، والبريشر له الدم له بريشر هو ماشي اسمه هيدروستاتيك بريشر، عايز يفلتر الدم. الالبيومين والبلازما بروتين لها حاجه اسمها اونكوتيك بريشر او كولويدال بريشر، عايزه تسحب فلويد من الانترستيشيا. يبقى بالتالي هتضاد فقدان الدم، يبقى هتحافظ على البلاد فوليوم لانها بتعمل شيفت اوف فلويد فروم انترستيشيا تو بلاد. مش كده وبس، في الكدني لما نيجي ناخد الكدني ان شاء الله هنعرف ان الكدني وظيفتها فلتره الدم. وجود البلازما بروتينز من اللي البيومين في الكابيلاريز بتمنع الماركت فلتريشن، وبالتالي بتعمل ليميتيشن للفلتريشن، فبتحافظ على البلاد فوليوم. لان لو حصل ماركت انكريز انفلتريشن هيحصل ماركت لوس ان يورين، فلود هيفقد بعد كده في الدم. زي ايه؟ اللي ياكل كتير يشرب كتير، اللي ياكل كتير يروح الحمام كتير، نفس الفكره. فبالتالي حافظنا على البلد فوليوم، على البادي فلويدز، على الاكسترا سيلولار فلويد بواسطه هذه الايه البلازما بروتينز. البلد فيسكوستي ك هوميوستاتيك فانكشن اللي هي ميلي مسؤول عنها الفايبرينوج نتيجه استشيب والمولكولار ويت بتاعه الزايد، مهمه جدا في المينتنس اوف ارتيريال بلاد بريشر لانها مسؤوله عن ريجوليشن اوف بريفرال ريزيستنس. لما نيجي ناخد البلاد بريشر ان شاء الله هنعرف انها مهمه جدا في المينتنس اوف بلاد بريشر مينلي الدايستوليك. طيب مهمه از بافر سيستم بتمنتين بلاد بي اتش كونستانت. والنورمال بلاد بي اتش كام؟ مظبوط 7.35 ل 7.45. الافريج بينهم كام؟ 7.4. مين اللي بيحافظ على البلاد بي اتش ثابته؟ من ضمن الحاجات في البفر سيستم حاجه اسمها البلازما بروتين، لان لها خاصيه الامفوتريك بروبرتي. امفوتريك بروبرتي يعني ايه؟ عامله زي الحربايه بتغير لونها بالمكان اللي هي فيه. باكت از اسيد ان الكالاين ميديم واكت از الكالاين ان اسيديك ميديم، يعني معناها تعمل بافرنج للاكسس اسيد اور الكالي. يبقى انا قدرت اعرف دلوقتي الهوميوستاتيك فانكشنز اوف بلازما بروتين، سواء الرول بتاعها في الكابيلاري بيرميابيليتي او في المينتنس اوف بادي فلويد، سواء بلاد فوليوم او اكسترا سيلولار فلويد فوليوم، البلاد فيسكوستي والبي اتش اوف ذا بلاد. يبقى ديت الفانكشن بتاعت البلازما بروتين از هوميوستاتيك فانكشن، كابيلاري بيرميابيليتي، بادي فلويدز، بلازما بروتينز، والبي اتش اللي بقول عليها البفر. لها حاجة اسمها نيوتريشنال فانكشن. في حالات البرولونجد ستارفيشن بلازما بروتينز كان بيوزد باي تشو، يعني اقدر اقول انها ممكن اكت از ا ريزرفوار فانكشن فور نيوترينز. يبقى ان برولونجد ستارفيشن بلازما بروتينز مي بي يوزد باي تشوز. في حاجة اسمها سبيسيفيك functions زي some hormones enzymes and the clotting factors زي ما لسه قايل factor 1 and factor 2 اللي هو الفايبرينجول والبروثرومبين are plasma protein in nature. يبقى انا لما اقول دلوقتي الفانكشنز اوف بلازما بروتين، ترانسبورت فانكشن، ديفنسيف فانكشن، هيموستاتيك فانكشن، هوميوستاتيك فانكشن، نيوتريشنال فانكشن، وسبيسيفيك فانكشن. وكل فانكشن من ديت يفضل ان انا ابقى عارف ايه هو المكون الرئيسي في البلازما بروتينز اللي بيقوم بالدور ده. زي الديفنسيف فانكشن هيموجلوبين، زي كابيلاري بيرميابيليتي وبادي فلويد البيومين، بلازما فيسكوستي فايبرينوجين، بلاد كلوتينج فايبرينوجين وبروثرومبين مينلي،
ترانسبورت فانكشن البيومين وجلوبولينز وهكذا. يبقى أنا النهاردة اتكلمت على حاجة اسمها بلازما بروتينز. البلازما بروتينز يهمني فيها النهاردة وأنا بتكلم أتكلم على إيه؟ أتكلم أول حاجة عندي على انتروداكشن لها، إيه هو التركيبة بتاعت البلازما. عرفت البلازما بروتينز دي بتمثل تقريبا قد ايه من البلاد فوليوم ومن البادي ويت. ثم بدأت اتكلم على البلازما بروتينز، عرفت التايبس بتاعتها السايت اوف سينسز، ثم اتكلمت على قلبي من جلوبولين ريشيو، واخيرا اتكلمت على الفانكشنز اوف بلازما بروتينز. للتواصل عبر الموقع خافضل دوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ابو الفضل اتشانل. نسألكم صالح الدعاء.